FM. الكلمة ليك. علاش انتم ما شاركتوش في الانتخابات؟ احنا ما شاركناش يعني. احنا ما شاركناش كحزب، ما تقدمناش، لكن احنا ندعيو الناس ان تشارك. ما شاركناش في الانتخابات لان المسار الانتخابي يعني اللعب توا، احنا نقولوا في حمله، صارت حمله انتخابيه واحنا في اخرها. الحمله الانتخابيه احنا بالنسبه لنا ماهوش الشهر هذايا. الحمله الانتخابيه صارت على ثلاثة سنوات تخلقت ناس، ثم اعلام معين، وانا مع احترامي للمحطه هذه والناس اللي قدامي، لكن ثم تعرفوا اللي ثم اعلام معين، ثم تداخل نتاع مصالح ماليه اعلاميه سياسيه، خلقت اطراف معينه ركزت عليه الضوء بشكل لفت. هذا مش محتاج هذا اي، لو كان نرجعوا ونعملوا ستاتستيك البروز كل وجهه وقداش طلع في الاعلام تنفهم وش يعني في ثلاث سنوات الاخرى يعني قاع توجيه للراي العام بشكل غير مسبوق وشيء شكل خطير. اليوم اصطنعوا استقطاب ثنائي يقوم على ناس كانت عندها السلطة قبل 14 تحب تعاود ترجع لها اليوم، ريزوات ومصالح، وناس اللي طول حياتها تحب تاخوك السلطة ذيك واليوم جات فرصة أنها باش تفتكها بشكل دائم على الأقل بين ظفرين. اليوم هذا ماهوش صراع في حد ذاته، ماهوش هام، مثالش تصارعوا الكرسي لازم يقعد في حد، لكن هذا وين يمسكم انتم باش ما تقدموش يعني تقول قوانين اللعبه بهش متوفره بطبيعه الحال. اخي مش انا جوي كوسيوني ونفس غير شريفه يعني بطبيعه الحال اش نجري على شنو يعني؟ انت انسان مكبل بيدي وسقيه وحيجري مع ناس اللي مطلوقه ترانا عندها قداشه؟ هذا مش معقول يعني. انا تو يمكن انا يمكن معروف شويه في البلاد، لكن حزبي زعم الاتحاد الشعبي الجمهوري سمعوا به العباد يعرفوا في من 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 زرق القردان. الكلمة ليك.